مصطفى الصواف شيخ الصحفيين الفلسطينيين. ولد مصطفى حسني الصواف بتاريخ 20 أغسطس عام 1955 في مدينة غزة، ودرس في مدارسها قبل أن يسافر إلى مصر ليحصل على درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة عام 1979، ثم دبلوم الدراسات العليا من معهد الباكوري عام 1986. كان الصواف أحد أعمدة الصحافة الفلسطينية والكتاب المخضرمين في القطاع، عمل خلال سنوات التسعينيات مراسلاً لصحف النهار والقدس وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ثم انضم إلى الهيئة الأكاديمية للجامعة الإسلامية في غزة محاضرة، وهناك أسس صحيفة صوت الجامعة وتولى إدارة تحريرها. كان الصواف أحد دعائم منظومة الإعلام المقاوم، حيث ساهم في تأسيس الموقع الإلكتروني لكتائب القسام، وأحد مؤسسي صحيفة فلسطين اليومية التي كانت أول صحيفة محلية تصدر في غزة، كما تولى منصب وكيل وزارة الثقافة في القطاع لعدة فترات. كتب الصواف مئات المقالات المتخصصة في الشأن الفلسطيني، وأصدر عدداً من الكتب والمجموعات القصصية، منها أيام الغضب وحماس من الذاكرة. في فجر يوم السبت 18 من نوفمبر عام 2023، قصفت طائرات العدو منزل الصواف في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وزوجته واثنين من أبنائه، وأكثر من 40 آخرين أصيبوا من أفراد عائلته، فيما أصيب نجلاه الصحفيان مروان ومنتصر بجراح. لم يكتف الاحتلال بقتله، بعد أيام قتلت إسرائيل نجله الصحفي منتصر مدير مكتب وكالة الأناضول في غزة، إلى جانب شقيقه مروان في ديسمبر عام 2023.